اهلا وسهلا بيكم مصر وبالحبايب كلها. اولا كل سنه طيب والناس كلها بخير مسلمين ومسيحيين، عشان احنا في اعياد المسلمين والمسيحيين مولد النبي وراس السنه الميلاديه، وكل سنه وانتم بخير جميعا يا رب. انتوا لازم تفتكروهم لانه الفن زمن جميل فارد نفسه، لان كده زمن فن جميل، فهو حتى بتتفرج على فيلم ابيض واسود بتتفرج عليه مره واثنين وثلاثه، فالشعب او الجمهور بيحب فن زمن جميل، فلازم الشعب يكرمنا والحكومه تكرمنا عبر ما الحكومه تكرمنا ان شاء الله قريب. كان في اخلاص وفيش ماده، انت قلتيها كان في اخلاص وفيش ماده، خلاص انت جاوبتي. لكن النهارده المنتج الله يكون في عونه بينتج فيلم بقليل التكلفه، بلقيت تاني يوم في القنوات الفضائيه اللي في بتاع فرنسا دي اللي معانا في نيل سات، يلاقيه بيتعرض في التلفزيونات وفي القنوات الفضائيه يعمل ايه؟ فلازم ينتج ببلاش او ينتج اي كلام مضطر. انا اشتغلت في سيما لما رجعت تاني من التمثيل، اشتغلت فيلم اسمه طنبوله، كان بيتكلم عن الكوميديا والنصب وحاجه دمها خفيف يعني، واشتغلت تمثيلات وزكم حاجات دمها خفيف. اما الافلام بقى اللي بتتكلم على العنف او بتتكلم على بلطجي ورقاصه ما اسمعش عنها. عندي مسرحيه من بكره في الهوسابير اسمها يوم لك يوم عليك، برضو نصابين وبيضحكوا على الناس يعني، فانا طالع برضو دور نصاب جميل كده دم خفيف كوميديا. يا رب يكبر خاطرك. معانا مين؟ استاذ عبد السلام دهشان، استاذ فتحي سعد، احمد فرحات، ونجوم كتير الصف الثاني والثالث اللي مش مشهورين بس جمال جدا. وفي افلام تانية كتير بنعملها وربنا يسهل. في ست كوم كتير، عامل ست كوم اسمه هيجي في رمضان اسمه ابو العربي وصل، واد بقى جاي يعني اسمه ابو العربي ما اعرفش حاجه. انت عارفه الكوميديا بتاعت اسماعيل ياسين، الكوميديا الفالس اللي تموت من الضحك، واحنا عايزينها في الوقت ده. كل سنه وانتم طيبين مسلمين ومسيحيين، وربنا يجعل سنه 16 جميله، وربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ان شاء الله امنين.